احنا اكزامبل بسيط هذا هون 8 3 اكزامبل 8 3 معطيني هون. هلا هو زي ما حكيت لكم ايه احنا ما بنحسبها بس هو معطيني يعني ما بنعرفش احنا نحسبها. هو عاده بعطيني الدوبلكس انه المشين سمبلكس او دوبلكس بس انا راح افترض انه ايه هون عندي من حالي هاي بتساوي 12 كرنت باث او باراليل باث. اوكي عدد الكوندكتر زد عندي هون 6 بولز في هاي المشين في 6 بولز وفي بالحاله هاي حاطين 6 برش سيتس و6 بولز بعدين عندي كل وحده على 2 كوميتيتر سيجمنتس ما بهمني كثير. هلا بهمني هون عدد الكويلز 72 كويلز اللي سميناها سي وكل كويل ام سي 12 تير صار عندي سي يعني عندي 72 كويل 72 كويل كل واحد فيهم فيه 12 لفه وطبعا كل كويل فيه سلكين فبصير عندي من هون زد بيساوي 72 في 12 في 2 فبيطلع عندي 72 في 12 في 2 1728 كوندكتر. كل كوندكتر هذا هو راح يعطيني الايس الاي انديوست هاي اللي موجوده هون. بعدين عندي عدد البارلل باث ايه 12. ايش هلا لازم احسب قبل ما اقدر اكمل واحسب اي انديوست بدنا كي كي ايش قلنا المعادله تبعتها زد بي على 2 باي اي زد عندي 1720 28 بي 6 2 باي واي كانت 12 مش هيك حد يضرب لنا اياهم لانه هون المثال هو حاسبه بالار بي ام. قديش؟ ونص 130 37 ونص شو وحدته هذا؟ شو لازم تكون وحدة كي؟ لا لا انتبه مش كل الكونستنتس في العالم دايمنشنلس هذا خطأ شائع أحيانا ممكن أحيانا تكون دايمنشنلس. نتطلع على المعادلة E induced شو بتساوي؟ K في أوميجا في فاي مظبوط؟ إيش وحدة فاي؟ هون عندي راديان بقدر أتخلص من الراديان مش هيك؟ سكند بوتر وإيش هون عندي؟ وحده غريبه هي هاي بس مش كل كونستنت في العالم دايمنشنلس. اذا مظبوط اذا كلامك صحيح مظبوط من فاي على اس كانت دي فاي على دي تي ويبرز بير سكند مظبوط صحيح ما بتطلع دايمنشنلس اوكي ماشي تمام بس مش كل الكونستنت في العالم دايمنشنلس زي الكي تبعت الزومبرك ايش هي؟ عباره عن نيوتن بير ميتر نيوتن اوكي تمام اذا اي انديوس شو راح تعطيني الان؟ عندي كي 130 37 ونص هلا عندي هون بدي احسب اوميجا ما في عندي مشكله فيها مش هيك؟ بس المشكله هون عندي بفاي فبدي اجي اقول فاي شو بدها تساوي؟ هلا هو بالسؤال معطيني لا معطيني الفلكس جاهز فلكس بير بول معطيني اياه بالسؤال 0.039 ويبر فبكون عندي اي انديوست الان بيساوي 137 ونص معطيني فلكس جاهزه فبصير عندي اوميجا انا اسف السرعه هو معطيني السرعه 400 اذا هو معطيني ان الار بي ام معطيني 400 ريفولوشن بير مينيت ايش المشكله هون؟ لما احولها شو بتصير عندي اوميجا؟ 400 هاي ريفولوشنز بير مينيت فبقسمها على 60 مضروب في 2 باي قديش تطلع؟ تطلع 41.9 رادس بير سكند
إذا بطلع عندي قديش الجواب النهائي هون 137.5 المفروض تطلع إذا شغلنا مظبوط 224.6 حد يتأكد من الرقم إنه مظبوط الرقم الثاني هذا إيش بوينت 41.9 وهذا بوينت 039 تطلع 224.6 تمام أوكي إذا هذا هو الجواب وعندي طبعا كم parallel path كان عندي 12 parallel path فهذا بزيد عندي